لو سو تريتون ديال تبع لي داك. قلنا حنا هذه بديله خير، ملي سولناه استسلناه اش غيدير قال لك غنسد هاد الحفره. مشى غوت هو صحاب لي داك، جات لي داك قالت له ودي ماشي، قلنا ليه غتبدي لنا لي فوس كاملين؟ قال لك لا غنديروا حنا لي بوساج، فهمتيني؟ يعني هاد الترقاع، فهمتيني؟ حنا قلنا لا لا ما يمكنش خصك تبدل لنا حنايا ساكنه مضروره خصك تبدلي، ماشي كل خطره تبقى ديروا لي ريبوساج كيتفرقع، ديروا خدمه كامله ولا بلاش. ملي جاو صحاب ليداك قال لك لا ماشي المسؤوليه ديالنا، المسؤوليه ديال الجماعه، خص الجماعه تعاون ليداك باش حنا بغينا شي مسؤول من الجماعه يهضر مع ليداك بحال سميتو رئيس الجماعه. المستشار جا عندنا قال لك اودي لا على حساب ليداك، وفعلا على حساب ليداك، ولكن هي بالقانون على حساب ليداك. حنا كنخلصوا ليداك الضو الماء وهادشي ديال الواد الحار خاصها هي اللي غتقوم بهاد الناس. هذا دورة الحديث صافي مشات بحالها، باقي الحفرة ولي جا عندنا كيقول لك اودي لا راه مشينا للسيرفيس تكنيك. من هو ماشي على حساب الجماعة ما يمشيوش هاد الناس هاد الموظفين الجماعة للسيرفيس تكنيك، يمشيو ليداك. خلينا نهضروا مع السيرفيس تكنيك ديال ليداك، هما اللي خاصهم يجيو عندنا. جا الشاف قال لك لا صافي يكون خير، في الاخر قال لك لا ماشي على حسابنا حنا، خاص تعاون الجامعة لأن الدرب الآخر اللي هنا اللون بدلوه. قلت له بدل الدرب بدلوه، قال لك لا راه الجماعة عاونت هذيك الساكنة. علاش؟ حيت حنا بعاد على الانتخابات، أنا شخصيا كنهضر على راسي ما كنتخبش، بعاد على داك الشيء ديال اللي يقول لك حكا الانتخابات اللي دارتها ولا هذا، يجي يشوفوا يجوا لعين المكان ويشوفوا. انا بعيد عن الانتخاب، حنا بغينا الصلاح ضرينا بزاف، لا حنا لا الساكن هاهم راه ما الساكن هاك راه ما الجمهور، راه حنا مضرورين بزاف، الوليدات بزاف، راه عيب ساكنه تحت ما تقدرش تخرج مريضه. جاو رقعوا هنا هذيك الخطره، جاو رقعوا له ها هنا كلشي محفر، الحلول الترقيعيه ما مسلكناش، بغينا حل نهائي. يعايدوا اعاده الهيكله ديال القادس كامله تاع الدرب، يقادوه لمصلحه ليداك ومصلحتنا حتى حنا. احنا كنخلصوا الواجبات ديالنا، لا ضو لا ما لا واد الحار لا كلشي، كنطالبوا باعاده الهيكله تاع القوادس. هادشي حنا كنا مرض، حنا ما بغيناش نشكيو بالمرض، داكشي ماشي مشكل، ولكن لا راه الرائحه راه كتهلكتنا في عينينا في المعده ديالنا، ضرينا راه ضرر كبير ومده زمنيه كبيره. شني ولا تعدنا شني ولا غنبقاو نعيدوا؟ يمكن كنقولوا نفس الهضره ولكن راه حنا ضرينا. دابا التهرب من المسؤوليه، اللي داك كتقول لك الجماعه والجماعه كتقول لك ليداك، والله اعلم. حنا بغينا خاصهم يجيو يقضيو الغرض، انا بنادم تضرر هنا والله الا مراه كبيره لا ساده عليها الشرجه مابقاش كتحلو، ما كتقدرش تخرج، ولدها هي ولدها مرات. هذه سيدي عثمان بلوك 58 سيدي عثمان شارع 10 مار. حنا بغينا نعرفوا رئيس الجماعه المسؤول الوحيد اللي على الجماعه الحضاريه ديالنا، بغينا نعرفوه شخصيا. انا والله ما كنعرفو، بغينا نعرفوه حتى هو عنده الكلمه عنده السلطه، فهمتيني؟ حنا كنعرفوا القايد، كنعرفوا العامل، كنعرفوا كوميسير ديفيزيون، كنعرفوهم يعني السلطه اللي هي مخزنيه كنعرفوها، والسلطه اللي هي انتخابيه ما كنعرفو حتى واحد، والله شاهد عليا.